السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. في الفيديو ده هنشرح المحاضرة الثانية كوجنو، اللي هو الجزء الأول من النباتات بتاعة الفلاور. أولا بعتذر عن تأخير الفيديو لظروف صحية. ثانيا زي ما اتفقنا اللي هيتشرحها السبورة بس هو الانترودكشن، لأن هي فيها شغل وشرح وتذكرة ورسومات وحاجات محتاجة فعلا شرح على السبورة. أما النباتات هيبقى سكرين فيديو زي اللي قدامنا ده كده، ونشرح عليه النباتات. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح المحاضرة الثانية اللي هي الاولى في النباتات، والفيديو الجاي هنشرح المحاضرة الثالثة اللي هي الثانية والاخيرة في النباتات. نبدأ كده بسم الله. معاك المذكرة الثانية كوجنو، تبدأ بكلمة flower plants. قبل ما نتكلم عن النباتات بتاعت جزء الفلاور بشكل عام، هو بدأ يديني مقدمة عن عيلة نباتية هي الاشهر في الجزء ده. بمعنى لو تفتكروا لما كنا بنشرح جزء الليف في البوتاني الترم الاولاني، كنت بقول لك ان اي نبات في الدنيا بنحفظ له حاجه اسمها اوريجين او منشا او اصل. في الاوريجين ده بقول 3 معلومات عن النبات: الجزء المستخدم من النبات هو ليف مثلا ورقه ولا فلاور زي ما هندرس الترم ده، ولا مثلا سيد بذره ولا غيرها من الحاجات. ده اليوز دي بارت. الحاجه الثانيه سبيشيس اللي هي الفصيله النباتيه. الحاجه الثالثه الفاميلي اللي هي العيله النباتيه. بالظبط كده زي اسرتك دي الفصيله، عيلتك هي دي العيله النباتيه. فقال لك انا عندي مجموعه من النباتات كتير جدا في جزء الفلاور اللي هدرسه تنتمي لنفس العيله اللي اسمها كومبوزيتا فاميلي اللي هي دي. فقال لك ايه، بدل ما كل ما تتكلم عن كل نبات وتدرس الصفات بتاعته تحت الميكروسكوب وبره الميكروسكوب، انا هقول لك صفات العيله كامله وتطبقها على كل النباتات اللي تنتمي للعيله دي. فريحك بقى، عندك 5 6 7 نباتات كلهم بينتموا لنفس العيله دي، يبقى كلهم فيهم نفس صفات العيله. فيكلمنا عن صفات العيله دي ويطبقها على كل النباتات اللي بتنتمي ليها. فيقول لك الكومن كاركتر اوف كومبوزيتا، يعني الصفات المشهوره للعيله النباتيه دي. اول حاجه الهيرز والترايكومز اللي موجوده فيها. يعني انا لما ابص تحت الميكروسكوب عشان ادور على هيرز، شعر معين بيميز ليه شكل مميز بيميز العيله دي، فهنلاقي ان في شعر جاي اسمه من اسم العيله دي. فاكر كده في الترم الاولاني في السنه ليف كنا بنقول ان موجود في حاجه اسمها وورتي هير شبه الطربوش كده، اهي الكومبوزيتا هير برضو موجود فيها تحت الميكروسكوب حاجه اسمها كومبوزيتا، او الكومبوزيتا فاميلي موجود فيها حاجه اسمها كومبوزيتا هير جاي من اسم العيله النباتيه. طبعا كل الكلام ده يعني ما تركزش معاه قوي. موجود فيها جلانديولار ونون جلانديولار هير، يعني جلانديولار يعني فيها هيرز او شعيرات بتفرز مواد فعاله، ونون جلانديولار يعني شعيرات ما بتفرزش مواد فعاله. بعد كده الريسبتاكل بتاعها عامل ازاي، واحنا عارفين يعني ايه ريسبتاكل، يعني تخت اللي هو بيكون عليه كل الاوراق الزهريه. التخت بتاع عيله الكومبوزيتا بيكون نصف دائري ومنفوخ. افتكر الكلام بالعربي، تخت نصف دائري ومنفوخ، تخت نصف دائري ومنفوخ. فتلاقي في الوصف بتاعه مكتوب ان هو هيميسفيريكال يعني نصف دائري، اند والو، والو يعني منتفخ. فيقول لك الريسبتاكل بتاع العيله دي هيميسفيريكال ووالو. سؤال ممكن يجي لك صح وغلط. بعد كده يبقى اتكلمنا عن الريسبتاكل، تعالى نتكلم عن اندروسيوم. الاندروسيوم يا شباب احنا عارفين يعني ايه اندروسيوم، اللي هو عضو التسكير في الزهر، الميل سيكشوال اورجان، اللي هو كان بيتكون من ايه؟ من نمبر اوف ستامين اللي هو ده كده، خيط اسمه فيلمنت وبيحمل الموتك اللي اسمه الانسر. فاول وصف للاندروسيوم ده ان هو ساين جينيوس انسر. فاكر يعني ايه ساين جينيوس؟ يعني الانسرز اللي هي الدوائر اللي فوق دي كلها ملتحمه ببعض كده، ملتحمه، وفي بقى فيلمنت حره. فيقول لك ايه، هو بيحتوي على الساين جينيوس انسر. يعني ايه ساين جينيوس انسر؟ يعني الانسرز بتاعته ملتحمه، الموتوك بتاعه، يعني هو مثلا لو في اكتر من استامين 1 2 3 4 كلهم ملتحمين في انسر واحد، ساين جينيوس انسرز. والاندروسيوم بيكون ابيبيتالوز. يعني ايه ابيبيتالوز؟ يعني لما تيجي ترسم الفلاور ما بترسمش الاندروسيوم محمول على التخت، لا محمول على البيتلز، محمول على الكرول. لو انا قلت لك الايبيتالوس ده مميز جدا، ان الادنيجن او الادهيجن الالتحام يحتم الالتحام بيحصل بين الاندروسيوم والبيتلز والبتلات. تمام، طيب ده الاندروسيوم عباره عن خيط كده اسمه فيلمنت محمول عليه موتوك اللي هو الانسر، وجواه موجود حبوب اللقاح اللي هي البولنجرين. قال لي البولنجرين اللي موجوده في عيله الكومبوزيتا بشكل عام بتكون سبايني بولنجرين. يعني ايه سبايني؟ يعني حبه اللقاح عامله كده يا شباب، شوكيه بالشكل ده كده، وبتكون سفيريكال دائريه، وجواها 3 جيرم بورز و3 جيرم فوروردز. واحنا عرفنا الجيرم بورز والجيرم فوروردز. الجيرم فورورد اللي هي شبه المروحه دي كده، وجواها 3 نقط او 3 فتحات اسمهم جيرم بورز. فتبقى عارف ان البولنجرين بتاعت عيله الكومبوزيتا شوكيه سبايني دائريه وسفيريكال،
وليها 3 جيرم فوروردز، يعني 3 مراوح جواها 3 نقط، 3 جيرم بولز. فيقول لي سبايني سفيريكال بولينجرين، بولينجرين شوكيه ودائريه فيها 3 جيرم بولز، 3 جيرم فوروردز، 3 مراوح فيهم 3 فتحات. تمام يا شباب. وفي الاخر طبعا فيها فايبر سلاير، احنا عارفين الفايبر سلاير دي عارفينها منين يا دكتور؟ لو تفتكر كنت بقول لك ان الانسرز اللي هو المتوك كان ليه جدار خارجي وجدار داخلي، وقلنا ان الجدار الداخلي بيكون ليه طبقه خارجيه اسمها فايبرس لاير. يبقى بعرف ان الفايبرس لاير هي الطبقه الخارجيه من الجدار الداخلي. الطبقه الخارجيه منين؟ من الجدار الداخلي، فايبرس لاير. يبقى تعالى نقول اول 3 حاجات مع بعض بسرعه كده. يبقى الهيرز هي كومبوزيت جاي من اسم العين النباتيه، الريسبتاكل نصف دائري ومنتفخ هيمسفيريكال وولو، الاندروسيوم ساينجينيس يعني الارثر ملتحم، وابيبيتالوز يعني محطوط على البيتلز مش على الريسبتاك. حبه اللقاح سبايني وسفيريكال يعني شوكيه ودائريه، وفيها 3 جيرم فورز 3 جيرم بورز، وفيها فايبرس لاير يعني فيها اللي دي الطبقه الخارجيه للغلاف الداخلي للانسر اللي هو الموتوك. تمام يا شباب. بعد كده اتكلمنا عن الجينوسيوم. احنا عارفين الجينوسيوم اللي هو عباره عن مجموعه من الكاربلز اللي هي دايره كده ونازل انبوبه، وفي الاخر المبيض تحت. المبيض ده اللي هو الاوفري، الانبوبه دي اللي هي الستايل، والدايره دي اللي هي الاستيجما. اول حاجه قال لي ان الاستيجما بتكون بابيلوز، يعني عليها شعر كده ملزق اسمه بابيلا، وبتكون يونيليكيولار انفيريور اوفري. يونيليكيولار يعني موجود بويضه واحده بس جوه، وانفيريور معناها ان المبيض موجود تحت المحطات الزهريه، يعني السيبلز والبيتلز والاندروسيوم والجينوسيوم موجودين في مستوى اعلى من المبيض. والاستيجما بتاعته بتكون بايفايد استيجما، ودي مهمه جدا. يعني ايه بايفايد استيجما؟ باي يعني اتنين، يعني الاستيجما اللي هو الدايره اللي فوق دي مقسومه لحجرتين، حجره على اليمين وحجره على الشمال. يبقى الجينوسيوم بابيلوز دي استيجما، الاستيجما عليها شعر كده اسمه بابيلا لزج بيستقبل حبوب اللقاح. يونيوليكيولار انفيريور اوفري، اقول له يونيوليكيولار انا عارف معناها ان في لوكيول واحده، يعني في مشيمه واحده، يعني في بويضه واحده بس. انفيريور معناها ان الاوفري موجود تحت كل المحطات الزهريه. الستايل بيكون لونج وسلندر، يعني طويل ورفيع. الستايل اللي هي الانبوبه دي تكون لونج سلندر ستايل، يعني طويل ورفيع. والاستجما بتكون باي فايد، يعني مقسومه لنصين. باي فايد استجما يعني مقسومه لنصين. بعد كده الانفلوريسنس، كابيتيريوم انفلوريسنس اللي هو النوع الاخير اللي احنا قلنا هو اهم نوع في النواره. كابيتيريوم انفلوريسنس، كابيتيريوم انفلوريسنس. واحنا فاهمين يعني ايه كابيتيريوم انفلوريسنس؟ اللي احنا حتى قلنا عليها اسمه فلاور هيد، اللي هي بتتكون من نوعين من فلوريت، اللي هي الري والديسك فلوريت. الري اللي شبه الحزام وموجوده على الاجناب، والديسك اللي شبه الانبوبه وموجوده في النص. تمام؟ تمام يا شباب. يبقى عارفين ان نوع الانفلوريسنس اللي موجوده في الكومبوزيتا اسمها كابيتيليوم انفلوريسنس. بتتكون من كام فلوريت او كام نوع من الزهره؟ اثنين، ري فلوريت وديسك فلوريت. الري فلوريت اللي هي ايه؟ شبه الحزام دي اللي هي موجوده على الطرف دي، والديسك فلوريت موجوده في النص كده واخده شكل الانبوب. هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. في مقارنه اصلا بينهم بين الري والديسك فلوريت مهمه جدا وبتيجي في الامتحان، بس لو حتى لو ما جاتش على شكل مقارنه هيجي لك اكتر من نقطه على شكل ترو فولس، شكل ماتش. المهم لازم تسال على الري والديسك فلوريت والفرق بينهم، والفروقات بينهم سهله يعني انت لو قريتها كده تقدر تجمعها. تمام يا شباب. بص يا سيدي، اول حاجه اللون بتاع الري فلوريت اللي هي موجوده على الطرف حزام لونه ابيض، اما الديسك فلوريت لونها اصفر. دي اول حاجه. يبقى ابيض في الري، الديسك فلوريت يبقى دي كده الاطراف دي لونها ابيض وفي النص لونها اصفر. تمام. الحاجه الثانيه، احنا عارفين ان اي فلاور في الدنيا بتتكون من كالكس وكورولا واندروسيوم وجينوسيوم. خليك واد معلم كده، الري فلوريت ما فيهاش ولا كالكس ولا اندروسيا. خلصت؟ يبقى الري فلوريت اهو، بص هتلاقي الكأس اهو ابسنت، هتلاقي الاندروسيا اهو ابسنت. تمام؟ انما الديسك فيها الكأس وفيها الاندروسيا. الاندروسيا بتاعها ساين جينيوس وايبي بيتالوز. اقول له صح، انا واثق من الكلام ده لانك فوق لما جيت تتكلم عن العيله اللي اسمها كومبوزيتا قلت لي انها ساين جينيوس وايبي بيتالوز، يعني الانسر ملتحم وطالعه فوق البيتالز. اقول له دي بتاعت الديسك مش بتاعت الري. تمام. يبقى اتكلمنا عن الكالكس والاندروسيوم، لسه الكورولا والجينوسيوم. الكورولا في الري فلوريد بتتكون من 3 بيتلز بس، في الديسك فلوريد بتتكون من 5 بيتلات. الجينوسيوم في الري وفي الديسك فلوريد بيتكون من كاربل واحد وبايفايد ستيجما، يعني الاستيجما مشقوقه لاثنين. يبقى اهو الكورولا 3 بيتلز في الري، اما في الديسك 5 بيتلز. الجينوسيوم في الاثنين بايفايد ستيجما، يعني الاستيجما مقسومه لحجرتين وبتتكون من كاربل واحده بس، كربلة واحدة مش أكتر من كربلة. تمام؟ طيب تعال نشوف دي كده. بيقول لك هنا إيه؟ إن الفلوريد بتاعت الري فلوريد بستليت. أقول له طبعًا مش الأندروسيوم مش موجود، يبقى هي زهرة مؤنثة فيها بستل بس.
عكس الديسك فلوريد، فيها اندروسيوم وفيها جينوسيوم، يبقى هيرمافروديت يعني زهره مثاليه، موجود فيها الري، موجود فيها الميل والفيميل اورجان. تمام. برضو احنا عارفين، واحنا عارفين وفاهمين ان الري فلوريت موجوده على الطرف اهي، اما الديسك فلوريت موجوده في السنتر في النص. انا بعتذر ان صوتي واطي والريتم هادي شويه لان انا تعبانه يا شباب. موجوده في النص سنترال. الحاجه الثانيه الشيب بتاع الكرولا. يعني ايه الشيب بتاع الكرولا؟ يعني البيتلز شكلها عامل ازاي. احنا عارفين برضو ان الري فلوريت واخده شكل حزام ستريب شيب، اما الديسك فلوريت واخده شكل تيوبلر اللي هو شكل ايه، انبوبه. يبقى دي المقارنه بينهم. بص كده، الري فلوريت لونها ابيض، ما فيهاش كالكس ولا فيها اندروسيوم، عدد البتلات فيها 3، والجينوسيوم بتكون من كربة واحده وستيجما مقسومه نصين. بما ان ما فيهاش اندروسيوم يبقى هي بستلت فلاور وموجوده على الطرف مارجينال واخده شكل حزام. العكس بقى الناحيه الثانيه، الديسك فلوريت اصفر موجود فيها الكالكس وموجود فيها الاندروسيوم، فعشان كده هي هيرمافروديت، يعني موجود فيها الكالك، موجود فيها الاندروسيوم والجينوسيوم. الكورولا بتتكون من 5 بيتلز، 5 بيتلز، 5 تيز، دي يعني 5 اسنان، اللي هي 5 بيتلز يعني، واخده شكل انبوبه وموجوده في النص سنترال، وقلنا عليها المفروض احنا فاهمين ليه ده شكل ده وشكل ده. المقارنه بتاعتهم بتيجي بالعقل كده من غير ما تحفظ. تمام يا شباب. بعد كده هنشوف بقى النباتين الاولانيين في عيله الكومبوست. بقى هنتكلم عن الكومبوست بشكل عام، ان الوصف بتاعها الهيرز والريسبتاكل والاندروسيوم والجينوسيوم والكلام ده كله. تمام يا شباب. الحاجه الثانيه المقارنه بين الري والديسك فلوريت. يعني احنا عرفنا ان نوع الانفلورسنس بتاعت الكومبوزيتا كابيتيليوم، وان الكابيتيليوم دي بيدخل في تركيبها ري وديسك فلوريت. خلينا مقارنه بين الري والديسك فلوريت. بعد كده هنقول ان في نباتين، هنتكلم عن اول نباتين بينتموا للعيله النباتيه دي اللي هي الكومبوزيتا، وهم الجيرمان والرومان كاموميل، اللي هو الشيح. كاموميل ده معناه شيح يا شباب. احنا بقى هنقارن بين الجيرمان والرومان كاموميل. تمام يا شباب. لا مش الشيح يا شباب، احنا هنتقارن كاموميل، ظهرت الكاموميل. احنا بقى هنقارن بين الكاموميل الجيرمان اللي هو الالماني والروماني. واحده واحده كده، لازم تبقى عارف ان في حاجه ثابته طول ما احنا بنذاكر في المنهج بتاعنا في النباتات، سواء في جزء الفلاور او اي جزء هندرسه بعد كده، ان اي نبات انا بدرسه بدرس له 3 حاجات اساسيين: الاوريجن، الاكتف كونستيتوانت، واليوزز. الاوريجن معناها المنشا او الاصل بتاع النبات، والاكتف كونستيتوانت معناها الماده الفعاله اللي تهمني كصيدلي، واليوزز استخدام النبات ده طبيا اللي هقدر انا استفيد منه بعد كده. فتبقى عارف ان دي حاجه ثابته كده، جدول ثابت في اي نبات بدرسه: الاوريجن بتاع النبات، الاكتف كونستيتوانت يعني الماده الفعاله اللي موجوده في النبات، اليوز اللي هو استخدام النبات. الاوريجن يا شباب اللي هدرسه لاي نبات في الدنيا بيتكون من 3 حاجات. اي نبات انا هذاكره او هذاكر الاوريجن بتاعه، اعرف ان الاوريجن بيتكون من 3 حاجات: الجزء المستخدم من النبات، الجزء المستخدم يعني اليوز بارت، السبيشيس الفصيله بتاعته اللي هي الاسره، الفاميلي اللي هي العيله النباتيه بتاعت النبات. فلما نيجي نتكلم عن القوامين، الاثنين بينتموا للكومبوزيتا. ف الكومبوزيتا دي نوع الانفلورسنس او الزهره بتاعتها ايه؟ كابيتيليوم، اللي كنا بنسميها اسم تاني اسمه فلاور هيد. يبقى كابيتيليوم او فلاور هيد. يبقى انا عارف بما انهم بينتموا للعيله النباتيه اسمها كومبوزيتا، يبقى الجزء المستخدم منهم الكابيتيليوم او الفلاور هيد. فاول حاجه الاوريجن 3 حاجات: يوز ديبارت، فصيله، عيله، سبيشيس وفاميلي. اليوز ديبارت درايد فلاور هيد، فلاور هيد اللي هي كابيتيليوم، درايد فلاور هيد. بس الفرق ان في الجيرمان كاموميل الفلاور هيد بتاعتي بتكون ان اكسباندد، لسه ما فتحتش، لسه الزهره ما تمددتش، على عكس الرومان كاموميل بتكون الفلاور هيد بتاعتها اكسباندد، متمدده، متفتحه. تمام. يبقى الجزء المستخدم درايد فلاور هيد في الجيرمان، اما الرومان درايد اكسباندد فلاور هيد. الفصيله اللي بينتمي لها كل واحد منهم، كل واحد بينتمي لاسره مختلفه عن الثانيه، الاثنين بينتموا لنفس العيله كومبوزيتا فامي، لكن الاسره مختلفه. اسره الجيرمان كاموميل اسمها ماتريكاريا، ماتريكاريا كامومايلا، جاي من كلمة كامومايل، ماتريكاريا كامومايلا. أما الرومان كامومايل أنسيماس نوبلز. يبقى ها درايد فلاور هيد في الناحيتين، العيلة النباتية كومبوزيتا في الناحيتين. الفرق إن ده اكسباندد وده مش اكسباندد. الفرق في السبيشيس إن الفصيلة النباتية بتاعت الجيرمان كامومايل ماتريكاريا كامومايلا، ماتريكاريا كامومايلا. أما في الرومان كامومايل أنسيماس نوبلز، أنسيماس نوبلز. يبقى نسمع الأوريجين كده بتاع الاثنين: درايد فلاور هيد، درايد فلاور هيد، كومبوزيتا، كومبوزيتا. الفرق إن الفلاور هيد بتاعت الرومان اكسباندد. الفرق الثاني إن السبيشيس أو الفصيلة بتاعت الجيرمان كامومايل اسمها ماتريكاريا كامومايلا، أما بتاعت الرومان اسمها أنسيماس نوبلز، أنسيماس نوبلز. تمام. لما اجي اتكلم بقى عن الصفات بتاعت كل واحده منهم سواء تحت الميكروسكوب او بره الميكروسكوب، الاثنين نفس صفات العيله النباتيه اللي اسمها كومبوزيتا، لايك فاميلي كومبوزيتا، الاثنين نفس صفات العيله. اي حاجه احنا قلناها هنا كده
تسري على الجيرمان والرومان كاموايل واي نبات بينتمي للكومبوست. العيله الاكتف كونستيتوانت بقى المواد فعاله اللي موجوده في كل واحد منهم. الكاموميل بشكل عام سواء كان جيرمان او رومان، الماده الفعاله اللي موجوده فيه عباره عن مجموعه من الزيوت الطياره فولاتايل اويل، فسواء هنا او هنا فالمواد الفعاله اللي موجوده في الجيرمان او الرومان بتكون فولاتايل اويل، تمام؟ فسواء اتكلمك عن الجيرمان او الرومان فالاثنين موجود فيهم فولاتايل اويل. الفولاتايل اويل اللي موجوده في الجيرمان غير اللي موجوده في الرومان، بس تبقى فاهم كده قاعده اساسيه ان الكاموميل بص بنسبه 90% طالما بنتكلم في الفلاور فالماده الفعاله عباره عن فولاتايل اويل. في مواد تانية معاها طبعا ممكن يكون في الكالويد، في تانينز، في حاجات كتير هنسمعها، لكن الماده الفعاله الاساسيه بنسبه 90% في الفلاور بتكون فولاتايل اويل. تعال نتكلم عن الجيرمان كامومايل لوحده وبعدين ننقل عن الرومان لو احتاجناه. الجيرمان كامومايل بيحتوي على مجموعه من الفولاتايل اويل كتير جدا ملهاش لون ما عدا نوع واحد بس هو اللي ليه لون وهيجي لك في الامتحان، بلو فولاتايل اويل. فولاتايل اويل لونها ازرق اسمها ازيولين، والتانية اسمها كام ازيولين. كام دي جاية من كلمة كامومايل، يبقى ازيولين وكام ازيولين دول بلو فولاتايل اويل. ده سؤال امتحان، بلو فولاتايل اويل، فولاتايل اويل لونها ازرق اسمها ازيولين وكام ازيولين، تمام؟ ارجع كده للسبيشيز بتاعة الرومان كامومايل اسمها انسيماس نوبلز. انسيماس نوبلز مالها يا سيدي؟ الانسيماس نوبلز دي بقى السبيشيز اسمها انسيماس نوبلز، تلاقي الاكتف كونستيتوانت اللي موجوده في الجيرمان اسمها انسيميك اسيد وانسيميدين، جاي من كلمه انسيموس. انسيميك اسيد وانسيميدين، انسيميك اسيد وانسيميدين، تمام يا شباب؟ طيب موجود في ايه تاني؟ موجود في ماده اسمها ابيجينين، ابيجينين، وموجود في بقى تانينز، وماده جايه اسمها امبليفيرون ميثايل ايثر، امبليفيرون ميثايل ايثر، امبليفيرون ميثايل ايثر. يبقى اهم حاجه بالنسبه لي فولاتايل اويل اللي لونها ازرق اسمها ازيولين وكام ازيولين. افتكر ان الرومان كامومايل اللي زوجها اسمها انسيماس نوبلز، فاخد انسيماس دي استعين بقى في الاكتيف كونستيتوانت بتاعت الجيرمان كامومايل اللي هي انسيميك اسيد وانسيميدين. موجود في بقى ماده اسمها ابيجينين، اشمعنى يا سيدي بتقول ابيجينين دي؟ هتلاقيها موجوده برده في الرومان اسمها ابيجينين والجلايكوسايدز بتاعتها. يبقى الابيجينين فلافونويد موجوده في الاثنين، الانسيميك اسيد برضو موجود في الاثنين في الرومان والجيرمان. في تانينز هنا وفي ماده اسمها امبليفيرون ميثايل ايثر. الناحيه الثانيه الاكتيف كونستيتوانت شات ميفولاتايل اويل، وموجود انسيميك اسيد وموجود ابيجينين برضو، وموجود جلايكوسايد اسمه انسيميزول جاي من كلمه انسيمس برضو اسمه انسيميزول. يبقى الاكتيف كونستيتوانت اللي موجوده في الاثنين انا اهم واحده بالنسبه لي فولاتايل اويل اللي لونها ازرق اللي موجوده في الجيرمان كامومايل، ومعاها الابيجينين اللي موجود في الناحيتين والانسيميك اسيد اللي موجود في الناحيتين. هنا ماده اسمها انسيميدين، الناحيه الثانيه ماده اسمها انسيميزول، تمام يا شباب؟ تعالوا نشوف الاستخدامات بقى. تعال نبدا بالرومان كامومايل لانه اسهل. اول حاجه الرومان كامومايل اغلب الغسول بتاع الفم واغلب الشامبوهات بتلاقي موجود فيها كامومايل، يعني انت لو مسكت اي شامبو كده هتلاقي موجود فيه كامومايل. لو مسكت اي غسول للفم هتلاقي موجود فيه كامومايل. الرومان كامومايل موجود في الماوس ووش الغسول بتاع الفم والشامبوهات بشكل عام، الماوس ووش والشامبو. ممكن يستخدم ككارمينيتيف يعني طارد للريح، مضاد للالتهابات يعني انتي انفلاماتوري، يستخدم كمقيئ اميتك لو خدته بكميات كبيره. خلي بالكم يا شباب الحاجات دي مش مترجمه بالعربي في ورق العربي، يعني ترجمتها نسيت احطها في ورق العربي فاكتبوها، الحاجه اللي ترجمتها غريبه عليك اكتبها. يبقى الرومان كامومايل ممكن يستخدم في الماوس ووش اللي هو الغسول بتاع الفم والشامبوهات، يستخدم ككربونيتيف يعني طارد للريح، انتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهابات، اميتك يعني مقيئ لو اتاخد بكميات كبيره، واخر حاجه بيتر ستومكك اند تونيك يعني مقوي للمعده ومهضم، مقوي للمعده ومهضم، مقوي للمعده ومهضم، وتونيك دي معناها مقوي عام، تونيك دي يعني مقوي عام، يا بيتر ستومكك اند تونيك مقوي للمعدة ومهضم ومقوي عام، تمام يا شباب؟ يبقى استخدامات الرومان كامومايل بيستخدم في الغسول بتاع الفم وفي الشامبوهات، طارد للريح، مضاد للالتهابات، مقيئ لما تاخده بكميات كبيرة، ومقوي للمعدة ومهضم ومقوي عام. بعد كده استخدامات الجيرمان كامومايل، أول حاجة دايافوريتك يعني مضر للعرق، اكتب الحاجات اللي استخدامها غريب بالنسبة لك، فيها دكتور شرح كتير كده سيبه آخر حاجة. في كلمه بالازرق سيبها لاخر حاجه لانها مهمه بالنسبه لي. ناخد السهل الاول، دايفوريتك يعني مضر للعرق، انتي سبازموتيك يعني مضاد للتقلصات، مضاد للتقلصات ده بيستخدم في الشامبوهات، ده برده في الهير بريباريشن والكوزموتكس، يستخدم في مستحضرات الشعر ومستحضرات التجميل. ده انتي انفلاماتري، ده برده انتي انفلاماتري. ده طارد للريح، ده برده طارد للريح. كارمينيتيف معناها برده انتي فلاتولنس. ده مقوي للمعده ومهضم، ده برده مقوي للمعده ومهضم. يبقى في عندي كام استخدام شبه الاثنين في بعض، حوالي اربع خمس استخدامات. اول حاجه انتي انفلاماتري، ده برده انتي انفلاماتري.
ده مضاد طارد للغازات والريح، ده طارد للغازات والريح كارمينيتيف اهو، معناها انتي فلاتولانس برضه نفس المعنى. بيتر ستومكك يعني مكون المعده، ده برضه بيتر ستومكك يعني مكون المعده. ده بيستخدم في الشامبو، ده برضه في الهير بريبريشن والكوزموتكس يعني الشامبو مستحضرات الشعر. ده مضاد للتقلصات انتي سبازموتيك ودايفوريتك يعني مضر للعرق. مهمه مهمه مهمه. إيه تعال نشوف بقى الثلاثه اللي احنا سايبينهم في الاخر دول لانهم هم الاهم بالنسبه لي. رقم ثلاثه بيستخدم كايمنجاجيو، معناها مطمس، يعني في ناس ستات او بنات مع دوره الطمس بتتاخر عن ميعادها، فده بيحصل خلل في الهرمونات، فبيروح للدكتور فيكتب لهم ادويه بتخلي دوره الطمس تنزل في ميعادها. من الادويه دي الجيرمان كاموميل، بيستخدم كايمنجاجيو يعني مطمس، بيساعد ان دوره الطمس تنزل في ميعادها، بيساعد ان دوره الطمس تنزل في ميعادها. معناها ايه بقى يا شباب؟ معناها ايمنجاجيو، معناها ايه يا شباب؟ ايمنجاجيو، تمام؟ ايمنجاجيو يعني مطمس، بيساعد ان دوره الطمس تنزل في ميعادها، مهمه جدا. الاستخدام الاخير انتي فلوجيستن، انتي فلوجيستن يعني ايه انتي فلوجيستن؟ يعني اغلب كريمات المساج اللي انت بتشوفها لو واحد عنده التهابات في المفاصل ويروح يعمل جلسه مساج بالكريم ده ويدهن له المفاصل بتاعته، بتكون موجود فيها جيرمان كاموميل. ليه؟ لانه انتي فلوجيستن يعني مضاد لالتهابات المفاصل. ليه؟ لانه موجود فيه فولاتايل اويل اللي لونه ازرق اللي اسمه كام ازيون اللي احنا سمعناه فوق، الكام ازيون اللي لونه ازرق، يبقى انتي فلوجيستن. ليه؟ لانه فيه كام ازيون وده سؤال امتحان. يبقى انتي فلوجيستن معناها مضاد لالتهابات المفاصل لانه بيحتوي على الكام ازيونين، تمام يا شباب؟ يبقى من جد يعني مطمس، وانتي فلوجيستن يعني مضاد لالتهابات المفاصل. اخر استخدام بقى بيقول لك الناس اللي بتتعرض لحروق في او جروح او ندب في الشعر او في الجلد، بنبدا نحط لها مراهم او كريمات او حتى لزقات موجود فيها جيرمان كاموميل، لانها بتقلل الالتهابات وبتساعد على انها تصلح الحرق اللي حصل في المكان ده، لانها بتشتغل على الغشاء المخاطي والخلل اللي بيحصل فيه فبتظبطه، فتحاول تصلح من شكل المنطقه اللي فيها الحرق. يبقى يقول لك الناس اللي بتتعرض لحروق او لسعات او ندب او جروح ممكن تسيب علامات او تعمل الام، احنا بنصنع كريمات او مراهم او لزقات فيها جيرمان كاموميل ونبدا نحطها مكان الجرح ده، لانها بتصلح الغشاء المخاطي بتاع المنطقه دي. فيقول لك ايه؟ في البيرن، في الحروق والووند، الجروح والبويلز، لسعات الزيوت بتاع، وكمان للشعر بشكل عام ديو تو الانفلونس، لانها بتديني ايه بقى؟ الزيت بتاعها ده ليه تاثير، انفلونس افكت يعني، على الالتهابات الانفلاميشن اللي بتحصل في الجلد نتيجه للحرق ده، وكمان على الغشاء المخاطي اللي بيحصل نتيجه للحرق ده. ميوكاس ميمبرين معناها الغشاء المخاطي. برضه سؤال امتحان. يبقى استخدامات الجيرمان كاموميل مضر للعرق، ده فوريتك، انتي سبازموتيك مضاد للتقلصات، يستخدم في الشامبوهات ومستحضرات الشعر ومستحضرات التجميل بشكل عام، مضاد للالتهابات، انتي انفلاماتوري، انتي فلاتولانس وكارمينيتيف يعني طارد للغازات والريح، بيتر ستوميك يعني مقوي للمعده ومهضم، ايمنجاديو يعني مطمس يعني مضر لدم الطمس، انتي فلوجستين يعني مضاد لالتهابات المفاصل لانه فيه كام ازيونين، ويستخدم في حروق الجروح لانه بيقلل الالتهابات اللي بتعرض ليها الجلد والشعر والغشاء المخاطي، وده مهم جدا. ده كده الفرق بين الجيرمان والرومان كاموميل من حيث الاوريجين والاكتف كونستيتوانت واليوزز. بعد كده في فرق بقى تحت الميكروسكوب وبره الميكروسكوب، انا همسك النبات وهبدا اوصف الفرق بين الاثنين. اول حاجه لازم تعرفها ان الجيرمان كاموميل ده وايلد بلانت، يعني بيخرج منه لنفسه كده من الارض، مفيش حد بيروح يزرعه. يبقى اول حاجه الجيرمان كاموميل وايلد بلانت يعني نبات بري بيخرج منه لنفسه كده، وايلد بلانت. اما الرومان كاموميل كالتيفيتد يعني انا بزرعه، كالتيفيتد بلانت يعني نبات انا بزرعه. طيب يبقى ده اول فرق. الفرق الثاني احنا عرفنا ان الكاموميل بينتمي لعيله الكومبوزيتا، فهيكون الانفلورسنس بتاعته نوعها كابيتيريام، فبيكون في ري وديسك فلوريت. فقال لي عدد الري والديسك فلوريت في الجيرمان بيختلف عن عددها في الرومان. فمثلا الجيرمان كاموميل، او خلينا في الرومان، الرومان كاموميل اللي بيبدا بحرف الار يبقى الري اللي بتبدا بحرف الار عددها كتير فيه، اما الديسك 10 ل 20 بالكتير، واعكس الكلام الناحيه الثانيه. يبقى لو رومان يعني ار يبقى الري فلوريت كتير والديسك قليل من 10 ل 20، اعكس الكلام في الجيرمان، الري فلوريت قليل والديسك كتير، قليل يعني كام؟ من 10 ل 20. بص في الرومان كاموميل الري اللي بتبدا بار يبقى نيوميرس، اما الديسك من 10 ل 20. في حالة الجيرمان الري فلوريت عددهم قليل من 10 ل 20، اما الديسك كتير جدا نيوميرس، تمام؟ الريسبتاكل بتاع الجيرمان كاموميل والو وهيمسفيريكال، زي عيلة الكومبوزيتا بالظبط، منتفخ ونصف دائري، والو وهيمسفيريكال. اما الرومان الريسبتاكل بتاعه بيكون صلب ومقعر، بيثي معناه صولد يعني صلب، وكونيكال يعني مقعر، بيثي
يعني سوليد، وكونيكال يعني محدب او مقعر يعني مقعر. تمام، يبقى ناخد كام وجه المقارنه دول ونختم بالثلاثه التانيين. اول حاجه ان جيرمان كاموميل وايلد بلانت يعني نبات بري، اما الرومان كالتيفيتد. تاني حاجه عدد الري والديسك فلوريد، الرومان اللي بيبدا بالار يبقى فيه ري فلوريد كتير وديسك قليل من 10 20، واعكس الكلام الناحيه الثانيه في الجيرمان. الريسبتاكل اللي هو التخت يعني، بما انهم بينتموا للكومبوزيت فالجيرمان كاموميل بتكون ولو وسفيريكال نصف دائري ومنتفخ، انما الري مميز شويه بانه بيكون صلب ومقعر. تمام، بعد كده الريسبتاكل اللي احنا قلنا الانفلورسنس بتاعتنا نوعها كابيتيليوم، نوعها ايه؟ كابيتيليوم يعني فلاور هيد اللي هي ريو ديسك فلوريد. قال لي في حاله الجيرمان كاموميل هي بتكون واحده بس، نوره واحده بس اللي موجوده. اما الرومان كاموميل بيكون نورتين، والسبب في ان الجيرمان كاموميل فيه نوره واحده بس ان هو خارج من الارض لوحده، فطبيعي واحده. انما الثاني انا بزرعه فقدرت اخلي ان النبته الواحده يكون فيها نورتين، يعني عدد كبير من الفلاورز، تمام؟ فيقول لك في حاله الجيرمان سنجل كابيتيليوم، يعني نوره واحده بس، لانه وايلد بلانت نبات بري بيخرج من الارض لوحده. اما الناحيه الثانيه دبل كابيتيليا منورتين لانه كالتيفيتد انا اللي بزرعه. في حاله الرومان كاموميل بيكون في الجيرمان في جلانديولار هير، اما الرومان بيكون في نون جلانديولار هير. في حاله الجيرمان كاموميل ما بيكونش في بيل. ايه بيل دي؟ نوع من انواع الهيرز كده شبه البابيلا هير اللي هي البابيلوزد اللي بتكون موجوده على الاستجمه اللي بتفرز ماده فعاله او لزجه تلزق حبوب اللقاح، ده ما فيهوش بيلا، شويه شعر خشن كده. الناحيه الثانيه بيكون في بيل هير، مهمه برضه. يبقى تبقى عارف الفرق بين الجيرمان والرومان، ان الجيرمان نبات بري اما الرومان مزروع كالتيفيتد، ان الرومان اللي بالار فيه ري فلوريد كتير وديسك فلوريد من 10 ل 20، العكس في الجيرمان، ان الجيرمان الريسبتاكل بتاعه شبه الكومبوزيتا ولو هيمسفيريكال، اما الرومان بيكون بثي وكونيكال، ان الجيرمان بما انه وايلد بلانت فبيكون سنجل كابيتيليوم على عكس الرومان بيكون دبل كابيتيليوم، ان الجيرمان بيكون فيه جلانديولر هير، الرومان ما فيهوش، ان الجيرمان ما فيهوش بيلا لكن موجود في الرومان. ده المقارنه بينهم يا شباب، ومقارنه مهمه جدا جدا جدا. بعد كده يا شباب هنبدا نتنقل لايه بقى؟ هنروح نتكلم عن الباودر بتاع الجيرمان والرومان كاموميل، هما تقريبا خلصوا خلاص. ايه اللون بتاع الباودر ده؟ كلام اقراه كده اسمعوا مني ما تقراهوش حتى. لون اخضر مصفر او بني مخضر، بني مصفر. إيه تيست مر خفيف بس مش هقوله تاني حتى، سلايتلي بيتر يعني مر خفيف، مش عايز الكلام ده كله. الكي اليمنت بتاعتهم بقى لانك هتشتغل على الكاموميل في العملي، إيه اول حاجه سبايني بولينج جرين. سبايني بولينج جرين يعني زي ما قلت لك في وصف الكومبوزيتا ان البولينج جرين بتاعتها سبايني يعني شوكيه، بص عامله ازاي، تلاقي في شوك من بره كده، وسفيريكال يعني دائريه، فتلاقيها دايره مشوكه من بره اهي، سبايني بولينج جرين، ديز سبايني بولينج جرين. الاستجما بتكون بابيلوز، واحنا قلنا يعني ايه بابيلوز استجما، قلتها لك يعني بيخرج عليها هيرز كده، الهيرز ده بيفرز ماده فعاله لزجه تستقبل حبوب اللقاح اهي، قلناها هنا بابيلوز ستيجما، فده شكل بابيلوز ستيجما. قلنا ان فيها فايبرس لاير اهي، اللي قلت الكومبوزيت بشكل عام، فادي الفايبرس لاير اهي، فريجمنت اوف فايبرس لاير، ده شكل الفايبرس لاير. بيقول لك ايه بقى؟ دي الكي اليمنت بتاعت الجيرمان كاموميل، سبايني بولين جرين، بابيلوز دي ستيجما، فايبرس لاير. هي نفس الكي اليمنت بتاعت الرومان كاموميل وتضيف عليها النون جلانديولار هير، مش احنا قلنا ان الرومان كاموميل موجود فيه نون جلانديولار هير؟ اه، فتقول لي ان هي الكي اليمنت اللي بتشوفها في الجيرمان هي نفس الكي اليمنت اللي انا بشوفها في الرومان بالظبط، زائد ان الرومان بيكون فيه نون جلانديولار هير زياده، يبقى الرومان كاموميل هاز ذا سيم كي اليمنت اوف جيرمان كاموميل زائد نون جلانديولار هير، وهضيف عليها مين؟ النون جلانديولار هير، نضيف عليها مين يا شباب؟ النون جلانديولار هير، نضيف عليها مين يا شباب؟ النون جلانديولار هير، تمام؟ كده خلص الجيرمان والرومان كاموميل. النبات اللي بعد كده اسمه الكلاف، او بالعربي يا شباب كلنا طبعا عارفين الاسم بتاعه، اسمه القرنفل، الكلافا او ايه؟ او القرنفل. طبعا ده اهم نبات في جزء الفلاور واكبر نبات واكتر نبات فيه شغل، فمحتاج نكون مركزين شويه. نبات الكلاف او القرنفل اللي هو زهر القرنفل، مهم جدا 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 جدا. بسم الله. اول حاجه نتكلم عنها زي ما بنتكلم عن اي نبات، اوريجين اكتف كونستيتوانت ويوزز، اوريجين اكتف كونستيتوانت ويوزز. يبقى الكلاف هو مين؟ زهر القرنفل. اول حاجه الاوريجين بتاعه درايد فلاور بط. انت ليه مش قلت فلاور هيد زي ما قلت في الكاموميل واخواته؟ لان القرنفل ما بينتميش لعيله الكومبوزيتا، يبقى الكلام بتاع الوصف بتاع الكومبوزيتا اللي هو احنا قلناه كله ده ملوش علاقه بالقرنفل لانه مش في نفس العيله. فاول حاجه احنا بنتكلم عن الاوريجن، يبقى الاوريجن ثلاث حاجات، يوزد بارت وسبيشيس وفاميلي، الجزء المستخدم فلاور بادز، معنى كلمه بادز يعني براعم، بص اللي هي دي كده اهو، دي كده ده البرعم بتاع القرنفل، ده شكل القرنفل العادي، تمام؟ يبقى درايد فلاور بادز يعني البراعم بتاعه النبات، تمام؟ البرعم بتاع النبات ده بالنسبه للقرنفل.
بسم الله الهادي. ده بالنسبة للقرنفل يا شباب، تمام. تعال نشوف بقى اليوز بارت درايد فلاور بود براعم. الفصيلة بتاعته اسمها يوجينيا اروماتيكا، دي فصيلة، وفي فصيلة تانية اسمها يوجينيا كاروفيلاس. لازم تحفظ الاثنين، يوجينيا اروماتيكا او يوجينيا كاروفيلاس. يوجينيا اروماتيكا او يوجينيا كاروفيلاس. بينتمي لعنبة اسمها ايه؟ ميريتيسا فاميلي. اسمها ايه؟ ميريتيسا فاميلي. يبقى الاوريجين بتاعه ثلاث حاجات، يوزد بارت اللي هو الجزء المستخدم، سبيشيس اللي هي الفصيله النباتيه، فاميلي اللي هي العيله النباتيه. اليوزد بارت بتاعه درايد فلاور بود، البراعم بتاعه النبات، حاجات صغيره كده. السبيشيس اسمها ايوجينيا اروماتيكا او ايوجينيا كاروفيلاس. ايوجينيا اروماتيكا او ايوجينيا كاروفيلاس. بينتمي لعيله نباتيه اسمها ايه؟ اسمها ميريتيسا فاميلي. العيله النباتيه اسمها ايه؟ ميريتيسا فاميلي. تمام يا شباب، تعالوا نشوف الاكتف كونستيتوانت اللي موجوده فيه. احنا خلاص ثبتنا المعلومه دي، ان اغلب الفلاور الاكتف كونستيتوانت بتاعتهم بتكون مجموعه من الفولاتايل اويل. فيقول لك محتوى على مجموعه من الفولاتايل اويل، اشهرهم ماده فعاله جايه من كلمه ايوجينيا دي، اسمها ايوجينول. 80% ايوجينول، يعني بيحتوي على 15 ل 20 فولاتايل اويل. ال 15 ل 20% دول 80% منهم ايوجينول، و3% اسيتايل ايوجينول. يبقى ايوجينول اللي هو جاي من كلمه ايوجينيا، يبقى بيحتوي على ايوجينول بكميات كبيره. هو بينتمي لفصيله اسمها ايوجينيا اروماتيكا او ايوجينيا كاروفيلاس، فيحتوي على كريستالات بيضه ملهاش ريحه اسمها كاروفولين، جاي من كلمه كاروفيلاس. يبقى بص، من كلمه ايوجينيا جبنا الايوجينول، ومن كلمه كاروفيلاس جبنا الكريستالات البيضه اللي ملهاش ريحه اللي اسمها كارفولين. كاروفولين. تمام. يبقى تاني عشان نخلص من الاوريجين اكتف كونستيتوانت عشان نرجع لهم تاني، يوزد بارت هو درايد فلاور بادز براعم. الفصيله النباتيه اسمها ايوجينيا اروماتيكا او ايوجينيا كاروفيلاس. بينتمي لعيله نباتيه اسمها مريتيسا فامي. محتوى على فولاتايل اويل في الغالب هي ايوجينول. فولاتايل اويل كام؟ 15 ل 20%. الايوجينول كام من دول؟ 80%. بيحتوي على كريستالات بيضه مالهاش ريحه اسمها كارفولين، جاي من اسم العيله الفصيله اسمها كاروفيل. بيحتوي على جالو تانيك اسيد، ده نوع من انواع التانينز اللي هو التانينز يا شباب. جالو تانيك اسيد، جالو تانيك اسيد، عشان كده القرنفل بيكون ليه طعم لاذع شويه عشان فيه تانينز. تعال نشوف بقى الاستخدامات. اول حاجه القرنفل في ناس كتير بتحطه كبهارات، مثلا بيشربوه، مثلا يشربوا القرنفل يحطوه على الشاي وكده، فيقول لك سبايس، يعني بهارات. اروماتيك ستيمولانت، يعني مكسبات طعم وريحه. في ناس بتحط قرنفل على الشوربه عادي، او بتحط احيانا على الاكل كمكسبات طعم وريحه. فاروماتيك ستيمولانت معناها مكسبات طعم وريحه. كارمينيتيف يعني طارد للغازات والريح. كارمينيتيف معناها طارد للغازات والريح. انتي سبازموديك معناها ان هو مضاد للتقلصات. يبقى خلي بالك، كارمينيتيف وانتي سبازموديك سمعناها في الكاموميل الجيرمان، وسمعناها برضو في الكلاب. بيستخدم بقى حاجه مهمه جدا، احيانا يروح تلاقي حد في البيت الضرس وجعه جدا، يقول لك انا حاسس بالتهابات شديده جدا في ضرسي، العصب بتاع ضرسي بيحرقني جدا. تلاقي واحد يروح قايل له طب بص، خد عضو قرنفل وحطه على ضرسك كده واقفل ضرسك عليه، هتلاقي ان الالم بدا يخف. فيقول لي من استخدامات القرنفل ان هو بيعالج التهابات الاعصاب الشديده بتاعه الاسنان، بيعمل كمسكن للالام والالتهابات دي بتاعه الاعصاب بتاعه الاسنان. تمام. وده سؤال مهم جدا لانها مميزه ليها. ريميدي، علاج فور اكسبوزد نيرف، للاعصاب الملتهبه بتاعه الاسنان، اوف توث. حتى يقول لك ريميدي فور توسيك، يعني علاج لالام الاسنان، مهمه جدا لانها مميزه للكلاف. يبقى اول خمس استخدامات وناخد السادس لوحده. سبايس يعني بهارات، اروماتيك ستيمولانت يعني مكسبات طعم وريحه، كارمينيتيف يعني طارد للريح والغازات، انتي سبزموديك يعني مضاد للتقلصات، ريميدي فور اكسبوزد نيرف اوف توث يعني بيعالج التهابات الاعصاب بتاعه الاسنان، فيستخدم في علاج التوسيك اللي هي الام الاسنان. يستخدم في سينثيسيس فور فانيلين، يعني يستخدم لتصنيع الفانيليا. يستخدم ازاي تصنيع الفانيليا؟ احنا عارفين ان الكلاف موجود فيه ماده فعاله اسمها ايوجينول، يبقى يستخدم تصنيع الفانيلين ازاي؟ احنا عارفين ان الكلاف موجود فيه ماده فعاله اسمها ايوجينول، اهل ايوجينول ده هو اللي بيدخل في تصنيع الفانيلين. ازاي يا سيدي؟ بيحصل له عمليه اسمها ايزومرايزيشن، يعني بيجيب الايزومرز بتاعته فيديني ماده اسمها ايزو ايجينول. بعمل الايزو ايجينول دي عمليه اسمها استايليشن، فيديني اسيتايل ايزو ايجينول. يبقى الايجينول جبت منه ايزو ايجينول عن طريق الايزومرايزيشن. الايزو ايجينول ده عملت له استايليشن فبقى عندي اسيتايل ايزو ايجينول. بروح اعمل له اوكسيديشن يديني ماده اسمها اسيتايل فانيلين. بعمل الاسيتايل فانيلين دي هيدرولايسز فيديني فانيلين في الاخر. واحده واحده كده. سؤال امتحان هيقول لك، لازم تجي لك سؤال تشوز في الامتحان،
يقول لك مادة تستخدم في صناعة الفانيلين هي الأيجنول، أو نبات يستخدم في صناعة الفانيلين هو الكلاف القرنفل. إزاي يا سيدي القرنفل بيدخل في صناعة الفانيلين؟ قول له لأنه بيحتوي على مادة اسمها أيجنول. بيحصل إيه للأيجنول دي؟ بعمل لها أيزومرايزيشن فتديني أيزو أيجنول، بروح أعمل له أستيليشن من الاسم كده، أيزومرايزيشن أيزو يدينا أيزو أيجنول، أسيتيليشن يدينا أسيتيل أيزو أيجنول، أوكسيديشن الأوكسيديشن للأيزو أيجنول بيتحول لفانيلين، يبقى بقى عندي أسيتيل فانيلين. اعمل هيدروليسيز اروح مطير الاسيتايل يتبقى لي الفانيلين في الاخر. لازم تعرف ان الكلاف بيدخل في صناعه الفانيلين لان في ايجونول، وتعرف بيحصل ازاي. اخر حاجه كيميكال تيست بقى، يعني انا لو معايا قرنفل وعاوز اتاكد ان فعلا معايا قرنفل اعمل ايه؟ قال لي عندك اتنين كيميكال تيست بتقوم بيهم، لو ادوك الناتج اللي انت مستنيهم او مستنيه يبقى فعلا معاك قرنفل. اول كيميكال تيست تاخد شويه باودر من القرنفل وتحط عليهم اف اي سي ال 3، لو اداك لون شبه لون الحبر يبقى ده قرنفل. ليه؟ لان قلنا في المواد الفعاله اللي فوق ان هو موجود فيه جالو تانيك اسيد، موجود فيه تانينز، والتانينز دي من الكيميكال تيست بتاعتها انك لو حطيت عليها اف اي سي ال 3 يديك بلوش بلاك كار. يبقى اول حاجه الكلاف باودر، الباودر بتاع القرنفل لو ضفت عليه اف اي سي ال 3 يديك بلوش بلاك كار. الكيميكال تيست التاني انك لو ضفت على الباودر ده 50% بوتاسيوم هيدروكسيد كي او اتش هيديك حاجه شبه الابر كده لونها اصفر. ايه اللي بيحصل بقى؟ الكيو اتش ده يا شباب بوتاسيوم هيدروكسيد بيتفاعل مع الايجونول، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ يروح الكيو اتش طالع بره والبوتاسيوم يمسك في الايجونول، بيدوني حاجه اسمها بوتاسيوم ايجونيت. البوتاسيوم ايجونيت دي كريستالات شبه الابره كده لونها اصفر. فيقول لك يبقى تفاعل البوتاسيوم هيدروكسيد مع الايجونول بيديني بوتاسيوم ايجونيت ودي كريستالات لونها اصفر. فيقول لك ايه؟ باودر زائد 50% بوتاسيوم هيدروكسيد يديك نيدل شيب ابر كريستاليه من البوتاسيوم ايجونيت. وده سؤال امتحان. يبقى انا عندي اتنين كيميكال تيست بيعرفوني ان انا معايا كلاف او قرنفل. اول واحد لو ضفت اف اي سي ال 3 يديني بلوش بلاك كلر، الثاني لو ضفت على الباودر 50% بوتاسيوم هيدروكسيد هيديني ابر نيدل شيب من كريستالات من البوتاسيوم ايجونيت. لازم تعرف كلمه بوتاسيوم ايجونيت دي، يقول لك هو النيدل شيب ده جاي منين؟ قول له لان اتكون بوتاسيوم ايجونيت. تمام يا شباب، ده بالنسبه للاوريجينال اكتف كونستيتوانت واليوزز والكيميكال تيست بتاع الكلاف. هو للاسف هقف لحد هنا لان انا باخد نفسي بالعافيه وكملت لحد هنا بصعوبه. ان شاء الله الجزء الباقي يا اما هكمله لكم النهارده بعد الفطار، يا اما هعمله لكم على الفيديو بتاع بكره بتاع باقي جزء الفلاور. اتمنى الناس ما تكونش ملت لان انا بشرح بالعافيه عشان ما اكونش اتاخرت عليكم زياده عن كده. واللي عنده اي سؤال او حاجه مش فاهمها في الجزء اللي انا شرحته يقدر يبعت لي. والحمد لله جه في صالحنا ان المتر متاجل فاحنا مش مستعجلين، هنشرح واحده واحده كده وناخد منهجنا بالتفصيل. ربنا يوفقكم ويعينكم يا رب.